اول برحب بيك كابتن سيد في قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك، ربنا يخليك. كابتن سيد، هتكلم الاول على فوز النادي الاهلي امس على فريق الداخليه. الشوط الاول كان فريق الداخليه يعني بيلعب بطريقه دفاعيه كبيره جدا، استطعتوا باجراء بعض التعديلات ودخول مروان محسن وابتدت النادي الاهلي او عجله النادي الاهلي في التهديف في هذا اللقاء. الحمد لله، يمكن مباراة مهمة، مكسب مهم، استكمال المسيرة اللي بقى لها فترة ماشية بشكل كويس. الحمد لله كنتائج وكأداء، خاصة الشوط الثاني زي ما انت قلت. فعلا الشوط الأولاني يمكن كان عندنا، بس يعني ما كناش عارفين، مش لاقيين مساحات كبيرة جوه الملعب، لأن فريق الداخلية كانت بتدافع بعدد كبير جدا من اللعيبة. فمجرد بس الشوط الثاني بدأنا بشكل كويس بعد الهدف الأول بتاع مروان، الأمور بقت أحسن، بقى في مساحات، رحنا بفرص كتير جدا، إنما استمرار لأداء معظم اللعيبة، أداء جيد جدا، معظم اللعيبة في حالتهم، حتى اللعيبة اللي بتدخل على الفرقة بتدخل بتبقى إضافة كبيرة جدا. يعني بقالنا فترة كبيرة الحمد لله ماشيين بشكل كويس في الناحية دي. كل البودل اللي بينزلوا خلال الشوط الثاني 3 تغييرات بيبقى ليهم عامل مهم جدا في المكاسب اللي احنا حققناها، وده شيء كويس لعيبة النادي الأهلي. ما فيش فرق بين الأساسي والبديل، كلهم بيساعدوا الفرقة وبيساعدوا في المكاسب اللي اتحققت. يعني الحمد لله. طب كابتن سيد، الان النادي الاهلي وصل ل 19 لعيب داخل القوام الفريق احرز اهداف، ودي اعتقد نسبه مش موجوده في اي مكان الا في النادي الاهلي، وده بيعكس ممكن قد يكون ايه 20 كمان. ممكن يكون 20. انا اللي انا عديته ما كابتن وصلوا ل 19، ممكن يكون في لعيب تاني احرز. 20. دي مش موجوده، يعني لما يكون عندك 19 لعيب داخل القوام بيحرز اهداف، ده معناه يعني الفلسفه الهجوميه للنادي الاهلي ما شاء الله ماشيه بشكل زي الفل. ودي نتيجه ان في جماعيه في الاداء. يعني انت ما فيش، يعني مش بتعتمد على لاعب واحد هو اللي بيجيب معظم الاهداف، لا، يعني عندك تحركات في الملعب كتير جدا، عندك لعيبه بتوصل للجون بشكل كبير، معظم اللعيبه الموجوده داخل الفرقه بتوصل للجون وبتروح بفرص، وده اللي نتيجته بنشوفها. يمكن وليد هو اظهر واحد في الفرقه، انما في لعيبه تانية لعبت اقل وجايبه اهداف، برضو اللعيبه بتاع نص الملعب او اللعيبه اللي بتلعب على الاطراف جابت اهداف، معظم اللعيبه اللي بتشارك موجوده في الناحيه دي، فدي حاجه ايجابيه للفرقه. التنوع ده حاجه مهمه جدا، وحلول كتيره جدا عندك، يعني مجرد بس ان لعيب او اتنين اتمسكوا، لا، بيبقى عندك حل تالت وحل رابع، وده يعني التنوع ده اللي انا بقوله لك هو ده السبب الاهداف دي كلها. يعني وهي الصراحة حاجة من الظواهر الجميلة، لأن النادي الأهلي دايما أحلى كرة في مصر وأحلى كرة في أفريقيا. كابتن سيد، الحمد لله. يعني خلي بالك محمد، بس يعني احنا يمكن من سنتين كنا في أدنى النقطة دي، بس الحمد لله بدأت ترجع تاني، يعني بدأت ترجع تاني وترجع بشكل كويس، وده الأهم، إن النادي الأهلي في معظم مباراته بيأدي أداء جيد، معظم المباريات بتبقى قاعد عندك اطمئنان إن الفرقة إن شاء الله هتكسب في أي وقت، وده حاجة إيجابية كنا غابت عننا شوية، إنما رجعت تاني ورجعت بشكل كويس. طيب، وبالامس الان يعني بالامس تم احراز هدفين، واحد من ضربه ركنيه واحد من ضربه ثابته، وكان برضو بقالنا فتره كابتن الضربات الثابته النادي الاهلي ما بيحرزش منها اهداف. والله احنا بنتمرن بقالنا فتره كبيره، مش هقول لك الاسبوع ده اللي جبنا فيه او اللي قبله او غير كده، لا، احنا من اول موسم بنتمرن على الكور الثابته دي، بيبقى فيها توفيق، يعني عامل توفيق مهم جدا. فالحمد لله، ما يعني مباراة زي امبارح، واحدة من كورنر واحدة كرة ثابتة اللي جابها وليد، يعني قام تشتغل فترة كبيرة على حاجات معينة، يعني ممكن ما تلاقيش المردود في وقتها، تلاقيه بعد مدة، وده اللي احنا شايفينه خلال الفترة الأخيرة. يعني احنا شغالين، ما بقولكش ان احنا مثلا اتمرنا عليها أسبوع واحد أو حضرناها قبل المباراة دي، بس لا، بقالنا فترة كبيرة بنشتغل كورنر وعلى الكرات الثابته كلها، فاما تلاقي فيها مردود زي المباراه زي بتاع امبارح، ما تكون في مباراه مقفوله وفيها ناحيه دفاعيه كبيره، الكرة الثابته مهمه جدا، ودي تبقى ميزه عندك اما تقدر تحل المواقف دي. يعني الجول الاولاني بكرة ثابته حلت المواقف اللي موجوده خلال المباراه كلها. طيب، عايز اسالك عن حاله مروان محسن، يعني كنا بنسمع الفتره اللي فاتت ان هو متالق في التمرينات، وده اللي حصل، ان انتوا الكابتن حسام البدري اداله فرصه ونزل واحرز هدف ما شاء الله من اول ظهور ليه. مروان حالته كويسه طبعا، افضل من الاول بكتير. مش هننسى ان مروان بقاله فتره كبيره بعيد عن الملعب، حتى لما رجع كان رجع بشكل كويس، انما اما جات له اصابه في انكر رجله وجات حوالي 10 ايام او 15 يوم بعد شويه، انما بعد ما نزل الملعب بدا يرجع ويرجع بشكل
كويس جدا، واي لعيب بيتالق او بيظهر بصوره كويسه سواء في التمرين او سواء المباريات الوديه اللي احنا